ناقش مجلس الشيوخ في جلسته الذي عقدها اليوم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024. هذا وقد أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن خطط التنمية لعام 2023-2024 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ ناقشت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عن الخطة. اللجنة أوضحت في تقريرها أن خطة التنمية لعام 2023-2024 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه، شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2021-2022 بنسبة نمو نحو 36%، وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات والاستثمارات الخاصة. تأتي هذه الخطة وسط أجواء عالمية وإقليمية ومحلية وصفها التقرير بالضبابية. في الحقيقة تقوم الحكومة بمجهود وافر للتعامل مع هذه التحديات من خلال يعني الحقيقة إجراءات ويعني مجهود مقدر لنا جميعا، ولكن من الملاحظ على الخطة أنها لم تقم بالتهوين من الآثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وأيضا لم تقم بالتهويل من تداعياتها برغم استمرار الأزمة التي تسببت في هذه التحديات، وهي أزمات عالمية كبرى منها الحرب الروسية الأوكرانية، بل إنها سعت في ذات الوقت إلى إيجاد ما يمكن أن يكون فرصة لمواجهة هذه التحديات. أولا أتقدم بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهد المبذول لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا أوافق من حيث المبدأ على الخطة المطروحة أمامنا، ولكن لي بعض الملاحظات والتوصيات بالنسبة لقطاع السياحة. فقد ذكر التقرير في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن المؤشرات القطاعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في 5 قطاعات، ويحتل قطاع السياحة المركز الثاني بنسبة 12%. ومن هنا تظهر أهمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا، ولذا يعني يجب سرعة إطلاق مبادرة قومية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، ويطلق عليها المبادرة القومية للتوعية السياحية. الحكومة من جانبها أكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 50%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة. وقرر مجلس الشيوخ رفع الجلسة على أن يواصل المناقشات في جلسة قادمة.